السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية ورجعنا مع بعض بحلقة جديدة من مع طلال. ودائما برجع بذكركم برنامج مع طلال هو برنامج يعنى بعرض حالة سريرية from A to Z لأحد رواد السوشيال ميديا، لأحد مشاهير السوشيال ميديا، لحتى نقدر نتعلم مع بعض ونستفيد من خبرته أفضل ما أنه نتفرج على شيء أبيض وأسود، ونقدر نفهم خفايا الأمور لحتى نقدر نستوعب العلاج وبالتالي نقدر نحسن من أدائنا بالعيادة، وهذا هو هدفنا الأساسي بهالحلقة. الحمد لله رب العالمين، نحن اليوم بالحلقة رقم 11. أهلين دكتور وائل. ما شاء الله دكتور وائل من مصر متابعنا، وأنا بتشكرك كثير يا دكتور على المتابعة، أول حدا بيطلع لي دائما بكل لايف، وإن شاء الله بنلتقي وبنستضيفك إن شاء الله بأحد الحلقات. طبعا الفكرة اللي بدي أقولها إن إحنا اليوم بالحلقة رقم 11، نحن اليوم تقريبا وصلنا بشهر 8 السنوية الأولى لبرنامج مع طلال. برجع بقول لكم فضل الله سبحانه وتعالى، فضل متابعتكم استمر البرنامج. نحن وقفنا شهر واحد فقط، هذا الشهر كان شهر رمضان المبارك، فإذا نحن متابعين مع بعض. ضيف اليوم شخص ودود لطيف محبب، يعني بتشوفه على السوشيال ميديا ما بتقدر ما تحبه، قريب كتير من القلب، دكتور محمد صلاح من مصر. أنا صراحة تعرفت عليه على السوشيال ميديا والتقينا ببعض المناسبات مؤتمرات، وكان لي هذا الشرف، وفعلا اللي شفته على السوشيال ميديا شفته على الحقيقة. يا جماعة أحيانا يعني السوشيال ميديا يعني هي كتاب مفتوح، الواحد ما بيقدر يخبي حاله، اللي الطيب يبين طيب واللي مو طيب يبين مو طيب. فالدكتور محمد صلاح التقيت في فترات قريبة قصيرة، لكن فعلا هو إنسان محبوب محب للعلم، وهذا أحد الأسباب اللي بيخلي إنه يكون أحد مشاركين ببرنامج مع طلال، بيحب ينشر العلم، بيحب يعلم زملائه. دكتور محمد صلاح هو خريج جامعة عين شمس لعام 2007، بكالوريوس بطب الأسنان، أيضا حصل على الاختصاص كإندودونتس بال2014، وما شاء الله مستمر بمسيرة العلم حتى الآن، والآن هو طالب دكتوراه بجامعة عين شمس. رحبوا معي جميعا بالدكتور العزيز دكتور محمد. حبيب القلب دكتور محمد. أهلاً دكتور طلال، يعني حقيقي مش عارف أقول إيه على المقدمة الجميلة دي بصراحة، يعني أسلكت صدري. أنا ليا الشرف وسعيد جدا إن أنا معاك. يمكن فعلا زي ما حضرتك قلت إن إحنا ما تقابلناش كتير أو التقينا بس في مؤتمرات معينة أو قليلة، بس فعلا اللي في القلب بيوصل للقلب على طول يعني. فحقيقي شرف لي إن أنا أكون يا رب أكون ضيف خفيف عليكم النهاردة، وربنا يوفقنا يعني ونعرف نوصل أو نفيد أي حد بأي حاجة إن شاء الله. يا سيدي ما شاء الله عليكم، سيماهم في وجوههم. دكتور محمد صلاح، يعني انا قلت له هحكي لكم بعض الشغلات تحت الهواء لما نبلش، قلت له هلا بس تطلع اللايف اللينك تبع اللايف، لانه بدي احكي، لانه بقلبي بدي احكي، انا عم شوف شو عم بيصير قدامي. اللينك تبع اللايف فيك تشيره على صفحتك عم محمد شير اللينك على الانستغرام. فهلا انا ما شاء الله عم تجيني ناس وريكويست يفوتوا لعنا على الميتنج، فانا بتمنى منكم كل مين هلا ساره عادل لو سمحتي، مو هذا هو الرابط تبع المحاضرة، لو سمحتوا تفوتوا على صفحة طلال دكتور طلال نحلاوي حتشوفوها، ويمكن الدكتور أيضا محمد صلاح شيرها. أنا بدي لك محمد شو بتقربه للاعب كرة القدم محمد صلاح؟ مو صلاح، أنت مو صلاح تبع الإندو، بيقربك شيء لا محلك شو بتقربه، بيقربك أنت يعني ولا شو الوضع يعني عشان نزود الضيوف. طيب حبيب قلبي، ما راح نضيع وقت المشاهدين، حنفوت اليوم بحالة مميزة عن الانسقاب ونشوف كيف الدكتور محمد صلاح قدر يمانج الكيس. بسم الله الرحمن الرحيم.
أيوة. وشو هالسسبنس يا معلم يا محمد صلاح؟ هات لنشوف حبيبي. شوقتنا لنعرف شو في جواد أو ما بعد هذا التريلر. The podium is yours حبيبي. أعطيني فكرة. خلينا نشوف شو عم يصير. أوكي. إحنا الفكرة بس رفلي على الكيس. هنبتدي عليها جزئية جزئية واحدة واحدة كده مع بعض step by step. هي فيها details كتير. الكيس فيها كذا مشكلة. المشكلة أولاً دي يعني الإكس اللي اشتغل قبل كده من زمايلنا حصل منه خطأ ما، وبعد كده حاول إن هو يعالج الأمور، فابتدى إن في كتبركة طالعة بره الكنال نفسها. عندنا في إنفكشن، في ساين وسيمتومز، البيشنت نفسه بقى عنده بين مع الوقت، وعندنا ميز ديستولينج والكنال. أوكي طيب لحظة محمد، أنا بس آسف مشان ما أكون مخربط حضرتك كأنه مشير سكرين مرتين. شو اللي عم يطلع عندي هلأ أنا؟ المفروض اللي عند حضرتك دلوقتي المفروض اللي طالع الكيس نفسها بريزنتيشن، اللي هو الفيديو الطويل. يلا بسم الله. بس هلأ ما طالع اسمه دينتال بوينت كلاب. أوكي بسم الله. هلأ الإكس راي ظهرت لأنه تمام، لأنه أنت كنت عم تشرح تمام. أنت كأنك مشيت الفيديو لقدام محمد صح؟ لحظة بس أنا ممكن لو في لخبطة في ال أنزل الفيديو بتاع الكيس بريزنتيشن حالا. أوكي تمام يلا مشان نحنا تمام ما يصير في خطأ ما بين عندك وعندي. أوكي حلو تمام ممتاز. هذا الفيديو نحنا بحاجة نشوف الإكس راي لأنه تشرحت بعض المعلومات على الإكس راي بس ما كانت الإكس راي شوينج على اللايف. أوكي انت اوكي نميوت نميوت اعمل ميوت للصوت لو سمحت. حصل تمام. اوكي نرجع شوي نشوف الاكس راي كبدايه محمد. اوكي لو سمحت. هلا انا شايفك انت عم تشتغل، بدي نرجع لورا لو سمحت. ايوه اوكي تمام يلا أوكي. اعطيني فكره عن الكيس. بيشنت اجيات بهذا ما شاء الله، شو هذا هالصاروخ العابر للقارات؟ يلا اوكي. هو اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي كان دكتور طلال، بس كان بيهايند ذا سين كده كان قال لي الاسم المصري للصاروخ دوت. قلت لي ما لازم نقوله، انا يعني انا بسمعه من عادل امام بقى، انا خلاص سكتت يعني. الخبور طيب. خبور يلا. الجاتابيركا دي اكسترودد من الروت نفسها وطلع للبون. اللي احنا شايفينه بعد كده لما جينا نعمل تريسنج للابسز نفسها باين ان انا عندي هنا في ميزد ديستولينجوال كانال. كل ده قدرت ان انا كولكت سام داتا بس من ال 2D، يعني احنا الاكس راي العاديه اللي هي البري اوبراتيف راديوجرافيك بيكتشر، قدرت ان انا اشوف منها ان انا عندي مشكله ان انا عندي جاتابيركا طالعه بره روت وداخله في البون، وفي نفس الوقت عملت تريسنج لقيت ان انا عندي ميزد ديستولينجوال كانال. لو احنا بنبص كلينيكالي ستيب باي ستيب هنفوجئ ان البيشنت نفسه بقى عنده هنا في المكان ده فيه فيستولا. من ضمن التريك لو انت عايز تعرف المشكله الاساسيه جايه منين، ان انت ممكن تحط جاتابيركا 25 تيبر 2 تدخلها جوه الفيستولا دي، هتعمل تريسنج للباث نفسه بتاع الانفكشن جاي منين. الغريب والمدهش ان البيشنت قعد الفتره دي كلها ممكن لثلاث سنين من غير اي ساين وسيمتومز، ما كانش عنده اي بين، ما كانش عنده اي مشكله. لكن السبب الاساسي اللي عمل امبالانس، احنا بنتكلم دايما ان الاميون سيستم مع المايكروفاج او سوري مع المايكرو اورجانيزم بيكون زي فوتبول ماتش، يعني في بالانس بين الاثنين. جاست ان البالانس ده بيقع او بيتغير بيبتدي واحد فيهم بيركب الماتش. فاللي حصل ان البيشنت ابتدى يخش الجيش، النيوتريشن اتاثرت عنده، الكورونال سيل نفسه بتاع الكومبوزيت اتكسر، فحصل ليكج كورونال ليكج. كل دوت اثر على البالانس بين الاميون سيستم وبين المايكرو اورجانيزم، فابتدى يبقى عنده بين وساين وسيمتوم. تمام. انا بدي اكد على النقطه دكتور محمد، فعلا اشرت لها نقطه كتير مهمه. ما نفكر نحن احيانا اذا كان عندنا يعني معالجه عصب ما صحيحه وبنيجي نقول والله ما في مشكله ليك صار لها 10 سنين والامور ماشيه ولا خلاص انا هذا يعطيني مبرر اني انا ما اشتغل صح. الفكره هي في بالانس، وبلحظه ما حتى لو كان الانسان هيلثي لظروف ليك لاحظوا هذا راح الجيش، تغير طبيعه اكله، انكسرت الريتوريشن، شغلات بسيطه ممكن تغير البالانس وبالتالي تظهر المشاكل ما كانت ظاهر. ده حقيقي. اوكي السيناريو اللي بعد كده اللي احنا ازاي هنبتدي نتعامل مع المشكله اللي موجوده، بقيت ان انا افكر ازاي ان انا اول حاجه هشيل الجاتابيركا.
بديت ان انا استخدم هنا السيستم بي زي البن بتاع اي اوبتيوريتنج سيستم، ان انا اول ما دخلت جوه الكاتابيركا ابتدى يحصل كونجيشن، يعني ابتدى يطلع الباص بالشكل اللي احنا شفناه قدامنا ده كومبليتلي يعني اكسوديت طالع مليان باص، وبعد كده ابتدى يطلع البلاد الناتج عن البرفوريشن. هنا بقى قدامي كذا ترايل ان انا ازاي اسحب الكاتابيركا الموجوده، ابتدى افكر ان انا ممكن استخدم. يعني دكتور محمد انت بس يعني انت شفت الكاتابيركا والبيشنت عنده بين، فانت بس جست حميت الكاتابيركا، جبت السيستم بي او اي مصدر حراره مشان يعني انا بحب بس اوضح الامور مشان اذا في بعض النقاط ما كانت واضحه للمشاهدين، حطيت حراره فانت كسرت السيل الموجود كورونالي فخلى البيشر يطلع. وباي ذا واي هذا انا اي بيليف يمكن البيشنت بعد هالجلسه ارتاح صح؟ ما عنده ده حتى بقول دايما مثال بيكون زي نظريه الصودا ازازه البيبسي او اي حاجه، لو انت راججها وجواها كونجيشن اول ما بتفتح الغطاء الفوران بيحصل. فده اسلوب من اسلوب الريتريتمنت اللي انت ازاي تشيل الجاتابيركا. انا بحب استخدم اي هوت انسترومنت ان انا اقدر اشيل بيها الجاتابيركا نفسها كاني بعمل سوفتنج للجاتابيركا. نعم ترى الكونجيشن ده يحصل ريليف ويطلع الباص ومعاه البلاد اللي ناتج عن البرفوريشن. هنيجي لستيب نمبر 2 اللي بعديها، ازاي ان انا اعمل بول اوت او ازاي ان انا اسحب الجاتابيركا اللي هي اكسترود اللي طالعه بره. بصراحه كان عندي كذا ترايل، وده اللي انا بقول ان انت لازم يكون عندك شويه صبر او مالتيبل تاكتكس وانت بتتعامل مع الكيس. انا فكرت ان انا استخدم شارب اند دونت اكسبلورر ما نفعش، فكرت استخدم بعد كده اتش فايل ما نفعش، وفي الاخر نفع برضو ايه البن بتاع سيستم بي. هنا ببتدي ان انا اعمل ترايلز بالانتراكتنج سكشن. ممكن ممكن نحن شوي بس يعني قد ما يكون كلياتنا عندنا سيستم بي بن، ممكن نحن انه نجيب هيدستروم فايل برايك؟ هل ممكن هيدستروم فايل الاتش فايل هنا استخدمته وفيلد ما نفعش، يعني انا جربته وما نفعش. اوكي الشارب اند دونت اكسبلور برضه ما نفعش، دول الفيرست تو اتمبت اللي هم فيلد، ودي الثيرد اتمبت اللي انا يعني نجحت، يعني انا عملت 3 محاولات اول 2 فشلوا معايا. طب معلش اسالك سؤال. انت اجيت تشيل الكاتابيركا وما توفقت وما طلعت واندفشت معك لبرا، شو طلعت برا بزياده؟ خلاص طلعت يعني برا وصارت بالفوركيتن. شو رايك في كيس زي دي؟ مش هقدر اسيب كميه الكاتابيركا دي كلها، لان ده يعني ده يعتبر ماستر كون 50، فللأسف ممكن اضطر ان انا اعمل سيرجري عشان اشيله. لكن لو في حاجة صغيرة ممكن 2 ملي 3 ملي، يعني لو هبقى كونزيرف بقى ويت اند سي، يعني هستنى واشوف وضع الجسم يبقى عامل ازاي. هلا انا شوي بختلف معك بهالنقطة، لانه ما دام نحن انت قلت ممكن نروح للسيرجري، انا اي بريفير تو ويت اند سي، وان ما مشي الحال بنروح على السيرجري سواء كانت قطعة صغيرة أو قطعة كبيرة. بس أنا I believe إذا قدرنا ننظف وسيل نعمل مظبوط حتى لو كانت كبيرة، يعني ما ممكن تأثر على الهيلينج بإذن الله. أوكي بس دكتور. الحجم اللي حضرتك شايفه ده مثلا حوالي أكتر من 10 ملي أو 12 ملي، ف بس أنت بيخليك مبرر تفوت مباشرة على السيرجري. أنا هذا بس نقطة الاختلاف، أنه أنا يعني ويت يعني سواء كانت صغيره ولا كبيره، يعني انا بس شوي مختلف مع نقطه انه اذا كانت 5 ميلي انا بروح سيرجري، اذا كانت 3 ميلي ما بروح سيرجري. هي at the end of the day it's a foreign body، وبده يصير foreign body reaction ممكن يكون على صغير او على كبير. فانا اي سجل برجع بقول انا اي ريسبكت اول اوبينيونز، بس انا وجهه نظري لانه هي بالاخير ديسكشن. انا اي بليف انه نحن ممكن نستنى ونشوف، وبعدين اذا صار عندي رياكشن مانو صح ممكن نروح سيرجري سواء كانت كبيره او صغيره. وباي ذا واي كلامك صح لدرجه انه كل ما كانت كبيره كل ما كان البوتنشال انه ما يقدر البادي كنترول الموضوع اكبر مقارنه لو كانت صغيره. يس اوكي حبيبي جو اهيد. بعد كده دي السكسسفل اتمبت ان احنا طلعنا الجاتابيركا بالحجم ده كله، هنبتدي نشوف الدايستوليك. بعمل كونفيرماتوري اكس راي ان انا فعلا طلعت كل الجاتابيركا اللي موجوده، وزي ما احنا شايفين هنا ده الدايستوليك افكت بتاع الهارت بيت جوه البرفوريشن نفسه. كاتشي شويه يعني. نعم. اللي هيكون بعد كده التفكير ان انا اجيب الميست ديستولينجوال كانال، وهنلاقي ان اللون بتاع البالب ستيل فايتال يعني لسه ريدش. اوكي وده بيفسر ازاي ان انت ممكن كيس تكون فيها ريتريتمنت بس في ميزد كانال، ويقعد البيشنت بعد فتره بيديك نفس الساين والسيمتومز بتاعت الاكيوبالبايتس.
which means لسه عندك still vital pulp tissue. واحنا عارفين طبعا ان السي فايبر بتقدر ان هي تعيش حتى لو في low oxygen tension، بتديك برضو نفس الافكت بتاع البين. الاسيستنت كان واقف معايا الموضوع ده، دي فاني ستوري شويه، ان هو افتكر ان انا عملت perforation تاني لان في blood tissue، وكان حتى بيقول لي cut يعني نوقف التصوير، وان انا حبيت ان انا ابروف ليه ان احنا مش جوه البرفوريشن. انا استخدمت هنا على طول الايبكس لوكيتور، لان الايبكس لوكيتور لو انت في برفوريشن هتلاقيه على طول ايه بيصوت يعني. طبعا طبعا ممتاز. النقطه اللي عم تقولها يا جماعه، النقطه اللي عم يقولها دكتور محمد كتير مهمه. احيانا بيجي بيشنت معمل له روت كانال وفي عندي كرونيك ابيكال بيريدونتايتس ولا اكيوت ابيكال بيريدونتايتس سيمتوماتيك ولا بس يعني بيشنت عم يحس ببين اوفر بيركشن، بس بنفس الوقت بيقول لك عندي اي هاف ا سبريدنج بين، عم يروح بين للاير، عم يروح لرقبتي، عم حس انا المنطقه مشعه اللي هي دل بين اللي هو بيكون سببه لسه فايتاليتي موجوده. فكتير مهمه هالملاحظه انه نحن نقدر نتوقع تو انتسيبيت انه قد يكون عندي شويه فايتال تيشوز لسه بقى، يعني حتى لو كانت الروت كانال قديمه. بالظبط. اللي احنا هنشوفه بعد كده استكمالا هنا ده اجيتيشن تكنيك. انا دايما ببريفير ان انا يكون اكتيف اريجيشن، زي ما احنا شايفين ده شكل الديستولينجوال كانال وده البرفوريشن، وانا بانجكت دايركتلي كالسيوم هيدروكسيد جوه البرفوريشن حتى لو طلع منه جزء. ليه انا بستخدم كالسيوم هيدروكسيد؟ لان انا شايف ان الكالسيوم هيدروكسيد ليه تريبل بنفيت. رقم واحد هو هاي الكالاين، فانا محتاج ان انا اغير في البي اتش اللي موجوده، لان انا عندي اسيديك ميديا، فانا محتاج ان انا احط حاجه هاي الكالاين عشان ما اجي احط الام تي اي يقدر يحصل له كومبليت سيتنج. اتنين، الكالسيوم هيدروكسيد ليه هيموستاتيك افكت، فانا محتاج في السيشن اللي جاي بعد كده ما يكونش فيه بليدنج. رقم ثلاثة هو ليه هاي انتي باكتيريال افكت، فده انا ليه ببريفير ان انا احط كالسيوم هيدروكسيد. ودي كانت اول سيشن، في السيشن الاولانيه جاست ان انا جبت الميزد ديسترينجوال كانال اللي هي سورس اوف بين، شلت الجاتابيركا والانفكشن اللي موجود والكونجيشن اللي موجود سورس اوف بين، وحطيت كالسيوم هيدروكسيد وسبت البيشنت من 7 ل 10 ايام. طيب انا بدي اسالك سؤال، انا بدي اسالك سؤال، ونحن صراحه بالريتريتمنت والاندودونتست اللي بيشتغلوا ريتريتمنت باللور مولرز كثير بيعرفوا وكثير بينتبهوا لقصه انه كثير كيسز عندنا ميست كانال بالديستولينجوال كانال. طيب كيف انا بدي تو افويد، لانه نحن شو بيصير فينا؟ نفتح مولر، نعمل ميجو باكل ميجو لينجوال، بنلاقي ديستال، خلاص بسم الله السلام عليكم، انا بخير ولقيت الفري كانالز. شو ممكن تساعدني بنصائح تقلي انه انا لازم ادور على الديستولينجوال كانال وكيف لازم اعمل دايركشن ترايل؟ هو مبدئيا المشكله بتيجي من الاكسس كافيتي بدايه، لان احنا دايما عندنا اللور مولر اكوردنج للاوكلوجن والالاينمنت، هنلاقي دايما الفانكشنال كاسب في اللور مولر هو الباكل كاسب، فبالتبعية السنان نفسها ليها لينجوالي تيلتد شوية، يعني السنان نفسها مش ستريت، لينجوالي تيلت. فلو انا عملت الاكسس كافيتي بتاعي بارالل للباكال وول، فانا اوريدي انا هيحصل لي ميسنج للديستولينجوال، فانا محتاج ان انا بس اخلي الباكال وول تبقى دايفيرج شوية، ما تكونش بارالل للباكال وول، عشان يكون عندي اوبورتيونيتي ان انا اقدر انزل جوه الديستولينجوال كانال. ده رقم واحد. رقم اتنين، ايفن زو لو انا جبت وان ديستال كانال ولسه شاكك، دايما بيبان كتير مننا، حتى انا بيحصل معايا، ممكن اكون فاكر ان انا عندي مثلا ديستولينجوال ديستوباكر، ما فيش ديستولينجوال. ساعه الاوبتوريشن وانت بتنشف بالبيبر بوينت، الدراينس ده بيدي لك فيزيبيليتي احسن كتير. ودايما بنلاقي تايب 5 اللي هو عكس تايب 2، اللي بيكون دايما الديستولينجوال بيكون وان اورفيس وبعد كده بيكون تشعب، يعني بيحصل سبليت بعد الاورفيس نفسه. ففي الكيسز اللي زي دي انا ببريفير ان انت توسع الكورونال اورفيس بتاع الديستال كانال، لان مني هلاقي ان الديستولينجوال هي بيهايند الديستوباكال كانال وان اورفيس واحد، وده اللي احنا هنشوفه هنا. ممتاز. وانا بس تسمح لي اضيف شغله صغيره، جدا مستمتعين بهذا النقاش، انه احيانا دايميتر اذا انا فوت بالديستال كانال وبلاقيها ناروم، يعني مثل الدايميتر تبع مثلا فت كي فايل 10 ولقيتها تايت، كي فايل 10 والميجيو باكل والميجيو لينجوال كي فايل 10 10، فانا اي هاف تو اكسبكت انه انا عندي ميست كانال، لانه اذا كانت 1 كانال حتكون اعرض، يعني حتكون ممكن على كي فايل 15 تكون معها مريحه اذا كانت 1 كانال. اوكي حبيبي بنتابع. دي السكند سيشن، ابتدى البيشنت يجي، ده اكس بي اندو فينيشر،
بيعمل اجيتيشن تكنيك لبيولوجيكال بايوميكانكس، وهو شغال ان هو بيقدر يعمل تاتش لكل الوولز. الاكس بي عنده فينيشر فيه منه تو سايزز، فيه 25 زيرو تيبر وفيه 30 زيرو تيبر، وال 30 زيرو تيبر هو مينلي معمول لريتريتمنت. اللي بيتحط دلوقتي استيرلايزد يعني معقم تيفلون تاب، بنحطه جوه البرفوريشن انا مع المدرسه اللي هي بتعمل ديلي سيل للبرفوريشن، يعني بقفل الكنالز وبعد كده اقفل في الاخر البرفوريشن. انا بحب التيفلون تاب لانه هو هيدروفوبيك، الابلكيشن بتاعه فيري ايزي، مش محتاج يعني مش تكنيك سنسيتيف، بس نخلي بالنا واحنا بنحط جزئيه من التيفلون تاب تكون كميه كبيره، لان انت ممكن وانت بتعمل باكينج ليه يطلع بره خالص ما تعرفش تسحبه تاني، يبقى كده يعني خلي بالنا يعني نفوت بالسيره بنفوت بقصه ثانيه، يعني مش جتبرك صارت تفلون مصيبه هي ده مش هنسيبه. كده مش هنسيبه بقى ده هنخش ايه هعمل هنا باكينج بيعمل باكينج للتفلون. الهدف الاساسي ان انا يكون عامل لي تمبري سيل، يعني انا مش عايز اي فلويدز تطلع او يطلع لي اي بليدنج او اي حاجه في المكان دوت. وهبتدي بعد كده اعمل كومبليت اوبتوريشن للابيكال بارتس بتوع التو ديستال كانال، سواء الديستو بكل او الديستو رينج. ليه انا مش بحب قوي ان انا في البروفيشنال اقول ان ممكن يكون اي باودر او مينرالز يعني تنزل من الماتيريالز بنستخدمها، سواء لو هي مش باطي ممكن تقفل لي الكنالز نفسها. اوكي ممتاز، معناها هلا نحن عم نعمل اوبتوريشن للكنالز ونحن سكيور وما خايفين يفوت اي شيء على البريفوريشن سايت، بعدين هشيل بقى التفلون. ده اللي انا بتكلم معاه دكتور طلال، ان انا بتكلم ان الديستو بكر وادي الديستو رينجوال الاثنين ليهم 1 اورفيس مش 2 اورفيس، يعني دي تايب 5 ايميكال سبريد، وده مينلي ان الكل يعني بتروح منه اما بتجيش، لان حتى واحنا بنعمل شيفت ممكن الاثنين يبقوا قريبين من بعض قوي، فمش لازم تكون سنترلايزد الديستال كانال عشان اقول ان انا اشوف 100% مفيش ميز ديستلينج والكانال. تمام احنا كده عملنا كاتنج للماستر كون في الديستال كانال، وهبتدي اعمل باك فيل للجزء الباقي، بس ده هنشوفه قدامنا بالثيرموبلاستيسايزد جاتابيركا في الميزيالز كانال نفسها. كنت انا بحكي مع دكتور طلال بقول ان انا دايما بحب الهيدروليتيك فورس، الفيرتيكال هيدروليتيك فورس نفس نظريه البوفتيك، يعني انت لو جبت قطعه بوفتيك لحمه وعملت عليها فيرتيكال كومباكشن هتلاقيها بتوسع وبتكبر في الحجم. هو دايما بقوله الاكزامبل ده هو بيجوع، فانت ليك عزومه عندي. سما اتغدينا يا محمد انا بالعياده من الصبح يعني. فدايما الفيرتيكال كومباكشن على حاجه سوفت بيقدر ان هو بيبوش الجاتابيركا في كل الاماكن، فتقدر تعمل يعني وي كليم ان احنا بنعمل 3 دي اوبتوريشن، وي كليم ان احنا بنعمل سيل او هيرميتك سيل، احنا يعني الويشز بتاعتنا ان احنا نعمل يعني doing our best. انت يعني حبيت انا وي كليم لانه ساينتفك يعني هالحكي بس يعني وي ار دوينج اور بيست. اوكي هلا انت يو ار ريموفينج بقى التفلون، حلو يس. عشان هيك قلت الدكتور خلي قطعه بقيانه منها عشان نقدر منها نمسك ونقدر نشيل التفلون ما تضيع وقت الفوركيشن. Yes. يا سلام جميل جدا. ابتديت ان انا احط بيبر بوينت هنا عشان اعمل كومبليت دراينس في المكان دوت. حابب اقف عند البوينت اللي هنا دي، هنا احنا هنختلف في ماتيريالز كتير، ممكن اقفل بيها البرفوريشن، ممكن استخدم ام تي اي، ممكن استخدم بايودنتين، ممكن استخدم بايو سيراميك باتي، يعني وات ايفر اللي عندك افيلبل تقدر تستخدمه. يعني احنا عندنا في مصر البايودنتين مش منتشر قوي، الام تي اي عندنا اكتر، ف واتيفر الماتيريال اللي انت هتحطها وعايز تعمل عليها كنترول، بس مني البيست زي الام تي اي لو انت مش حاطط ماتريكس من تحت كميه الام تي اي هتطلع كتير برضه. هو كده كده الام تي اي ما فيش منه اي مشكله، هو اوسيو اندكتيف وسمنتو اندكتيف، بس انا بتكلم على كميه اللوس او التهدير للماتيريال، ف يو هاف تو بي كوشس شويه. فاحنا هنحط هنا الكولاجين، الكولاجين هي ماده بايولوجيكال انرت ريزوربابل، فهنبتدي نعمل لها باكينج يعني ستيب باي ستيب كانك بتطبطب على بيبي كده بالراحه. كان دكتور طلال برضو كان قبل كده بنتناقش بيه، يعني اعرف منين ان انا كميه الكولاجين انف او ان انا اقف هنا ان انا اوصل لمرحله ان ما بقاش في بليدنج بيطلع، او ان انا بقى عندي سفيشنت سبيس ان انا اقدر احط عليه الام تي اي، ما يبقاش الكولاجين قافل البرفوريشن، انا عايز الكولاجين يكون تحت البرفوريشن.
اوكي تمام، لانه هاي نقطه كثير مهمه لحتى يعني how much is enough، يعني هاي نقطه كثير مهمه لحتى انا ما يطلع لبرا وبنفس الوقت ما تكون الكولاجين جوات التوس، والا حتمنع لي السيل مع الام تي اي وتالي it will be resorbable حيصير عندي ليكج. يلا عم تحط الام تي اي هون، شايف الام تي اي اللي انت هنعمل له ابلكيشن، ممكن الام تي اي تحطه باي نوع من الام تي اي كارير، بس في الكيسز اللي بيكون فيها هيوج او فيري وايد بيرفوريشن اي ريكومند ان انت ممكن تستخدم الامالجام كارير، لان الام تي اي كارير صغير بيحط كميه صغيره، وانت عارف ان الام تي اي بيحصل له سيتنج سريعا، وانت عايز تقفل البرفوريشن على قد ما تقدر بسرعه، فما تستخدم الامالجام كارير هيقدر يحط لك كميه كبيره. احسن ابليكيتور للام تي اي اي ريكومند فور ماي كلينيكال اكسبيرينس ان انت تستخدم دايما البيبر بوينت، ويكون سايز 70 او 80، وبتقلبها يعني بتمسك الجزء اللي هو الكالر كودد وتعمل بيه باكينج، بيخلي الباكينج بتاعك هوموجينس، لو في اكسس ووتر او اي حاجه فلويدز بيقدر ان هو يعملها ابزورب. نبتدي نحط يعني ويت كوتون باليت ونستنى البيشنت 48 ساعه يعني ماكسيمم، في حاجه بتبقى ممكن بعد 6 ساعات 24 ساعه يحصل كومبليت سيتنج، وهبتدي اجيب البيشنت السيشن اللي بعديها عشان اتشيك الانتجريتي بتاعه الام تي اي ان هو نشف، وانا اي ريكومند ان انا اللي احط الكورونال ريستوريشن، لان انا الكورونال سيل زي ما احنا شفنا ما حصل له افكشن في الكيس قبل كده اثر على السكسس بتاع الروت كانال. صحيح. دي ثيرما كات بيري، بعمل جنجيفكتومي للديب مارجنز اللي موجوده عشان اقدر اعمل كومبليت انفيرجن، بستخدم هنا حاجه زي المانس بير سيرجيكال راوند بير، اشيل كل الاندر مايند انامل الديكاي اللي موجود. تمام، هي ريستوراتيف بارت بقى، انت عم تقطع اللسه وعم اوكي تمام بالبير. يا زي ما احنا شايفين كل الاندر مايند انامل اتشال، حاطين هنا ديب كيرز ويد تيفلون فور اكسترا ايزوليشن، ونتشيك الانتجريتي بتاعت الام تي اي، لان لو الام تي اي لقيته من السيتنج وبقى فرايبل هضطر ان انا اشيل الام تي اي ده واحط ام تي اي تاني. الدكتور طلال كان سالني في بوينت قبل كده، يعني احنا لو انا حبيت احط بوست في المكان ده انا كده ما عنديش اوبورتيونيتي بوست، فممكن نحطه في اي كنال تانية، او ممكن اذا كانت indicated for endocrine ما نحط بوست وناخد الريتنشن yes. من البلد شامبر نفسه. يس يس، ده الكورونال سيل والكونتاكت اريا مش كونتاكت بوينت. دي كميه الام تي اي، طلبنا ريكويست من البيشنت ان يعمل سي تي عشان ايفالويت البرفوريشن سيلز نفسه، رغم ان احنا عاطين كولاجين، دي كميه الام تي اي اللي طلعت بره، فجيس وات لو انا مش حاطط، واقدر ان انا ايفالويت الاوبتيوريتيان بتاعي، وشايفين هنا اللاترال كانال طالعه في الاكزيال كاتس شكلها عامل ازاي، وده بيفور اند افتر. ما شاء الله ما شاء الله عليك، الله يعطيك الف عافيه حبيبي دكتور محمد، حالك كثير حلوه. انا بس بسال سؤال، ما شاء الله يعني متابعين كثير، واللايف وصل حوالي 200 عم يتابعونا انستنتلي، ومازن دوماني بيقول لك حلقه غنيه بالوجبات الشهيه، شكله مازن كمان بشغله وما راح الغداء، فرحنا محيين لدكتور مازن دوماني ان هم شركاء هذا البرنامج طب اسنان مباشر اللي بيساعدونا، وايضا دكتور مازن مشكورا بيعمل داونلود للحلقه وبيحطها على اليوتيوب شانل تبع طب اسنان مباشر، فهي حتضل على الصفحه دائما. طبعا انا بدي اسالك سؤال اخير، البروغنوزز بسوتش كيسز، يعني انا اذا عندي سلكس واذا عندي بيريودونتال بوكيت من السلكس واصل ولا مو واصل، البيشنت خلص، دكتور انت شو بتنصحني، بيعيش السن ما بيعيش، شو ممكن تقول هيك بكلمتين سريعات؟ احنا البروغنوزز دايما بيبان او السكسس ريت ليه كذا عامل، الايدج بتاع البيشنت نفسه، الاستاميا بتاعت البيشنت نفسه، الايفالويشن بتاع كميه البون اللي حوالين التوث، بس احنا دايما لحتى ايفن زو في كونسبت، لو انا حتى هخلع واحط امبلانت في يوم من الايام، الروت كانال تريتمنت نفسها هي تعتبر من ضمن التريتمنت للبون هيلينج، ايفن زو لو انا عايز احط امبلانت بعدين، فواي نوت ان انا اخد الواي دوت اللي هو الروت كانال تريتمنت. شكرا كثير لك دكتور محمد، فعلا حالي حلوه، ورجيتنا اياها فروم اي تو زد، الانتري والتريلر كان شيء جديد، وشكرا لك، ودائما دائما بتمنى انه بطلب دائما من كل اللي بيتابعونا، احنا الوقت الحلقه خلص وعلى الوقت تماما،
انه اذا في عنا اي اسئله بتجي على بوست الحلقه على الصفحه او باي صفحه، هي الوظيفه تبع الضيف. فاحنا انت حضرتك ممكن تجاوب وتشاركنا بخبرتك ايضا اكثر واكثر. جدا سعيد، حلقه جدا ممتعه. انا 30 دقيقه او 30 دقيقه فعلا ما حسيت فيها، كانت كثير ممتعه واستفدنا من خبرتك، ودائما دائما بتمنى اني اشوفك يعني اون سايت، يعني مش على السوشيال ميديا. شرفتني يا دكتور محمد حبيبي، ونلتقي على خير ان شاء الله. شكرا طبعا، بدوري برجع بشكركم كلياتكم، بقول لكم يعطيكم الف عافيه وشكرا لحضوركم. حاله فروم اي تو زد مميزه عن التعامل مع البيرفوريشن، بتمنى ترجعوا تشوفوها، والصفحه الحاله هتضل موجوده معنا على الصفحه. شكرا لكل مين تابع، عذرا لمين كان حاطط لي انجري فيس. مين انجري فيس؟ لؤي المنلى، ما بعرف ليش زعلان منا يا لؤي، نحن بنعتذر اذا احنا زعجناك. بتمنى الكل يكون مبسوط وسعيد اللي يتابعنا، ولنقدر نستمر ونقدر نعطي. ودائما دائما بختم لكم لا تنسوني من صالح دعاء، ودائما نشوفكم على خير، ويعطيكم الف عافيه. طلال نحلامي.